السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما ننتقل لموضوع الإيثر شانل، بس ندخل على الجلوبال كونفيجريشن مود ونتكلم عن شغلة موجودة في الـ VTP، لكن راح نضيف VLAN 20 وسميها نيم تبعها سيلز، وادخل على فيلان مثلا او انشئ فيلان جديدة اسمها فيلان او رقمها فيلان 30 وسميها النيم تبعها، خلينا نسميه اتش ار، يعني فقط هاي اللي راح نضيفه هون. راح ننتقل لسويتش ثاني علشان نشوف ايش يعني الاعدادات اللي اضفناها، شو احدث التغيير، شو فيلان بريف. هنشوف هون عنا طبعا انه فيلان سيلز فيلان هاي، لكن لحديث الان بعدها الاتش ار ما يعني تم اضافتها. خلينا ندخل ونضيف كمان فيلان ونسميها هاي النيم تبعها سبورت. طبعا هون صار في عنا ثلاثة فيلان، احنا بنشوف هون انه كلهم في وضعية اكتف اكتف اكتف. فرضا انا في عندي فيلان بدي يعني حاليا فقط ما بدي استخدمها او بدي استخدمها فيما بعد، فانا بدخل هون وبحكي له مثلا فيلان سبورت، او لا خلينا نروح على فيلان اللي هي الاتش ار اللي هي رقمها فيلان 30، واحنا بنحكي لها سسبند، يعني نقدر نعملها سسبند وبنقدر نعملها شت داون. فبنعمل وحده شت داون وبنعمل واحد فيلان، احنا حكينا 30، هنعمل 20 اللي هي عملية suspension. shutdown و state. طبعا هون ستيت في عندك سسبند وفي عندك اكتف، فانت بتقدر تحكي له سسبندد تعملها. حاليا لو تدخل على الاكسس لاير سويتش اللي هو حاليا بعمل ريبليكيشن للي بصير عندنا فلاي، فمباشره بعد قليل او يعني راح تاخذ بعض الوقت راح تنتقل فيلان لها suspended وفيلان راح تصير shut down. على كل حال بس عشان نسرع هاي العملية منضيف فيلان 50، طبعا عشان هيك بصير عندك فمباشرة بتنتقل واحدة suspended واحدة بتصير لازم تظهر shut down عندي. خلينا ندخل مرة ثانية مثلا على فيلان 50 وخلينا نحكي له انه يعني هاي الستيت مثلا suspended، وندخل على فيلان 10 نحكي له شت داون، وندخل يعني ندخل فيلان 60 ونحكي له مثلا سسبند او ستيت سسبند، وندخل على السويتش هنا ونشوف ايش التغييرات اللي حصلت عنا.
فلو مثلا هون كمان دخلنا على فيلان 10 مرة ثانية حكينا على نو شت داون يعني او نو ستيت اكتف ستيت سسبندد و يعني فقط هاي الامور. الان ننتقل للايثر شانل. اول شيء بدنا نعمله بالايثر شانل انه بدنا نحولهم كلياتهم عشان نعمله بندل. بدنا نحول كل الانترفيسز ل انترفيس رينج ايثرنت من 0/0 ل 3 سويتش بورت مود او سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو بعدين بحكي سويتش بورت مود ترانك. كمان هون لازم يعني ندخل على 1/0/1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو سويتش بورت مود ترانك. راح يصير عندنا شويه مشاكل هون. راح نشوف انه في عندك مثلا ريسيف دوت 1 كيوب بريدج بروتوكول داتا يونت بينما انا اللي عندي انكونسيستنت بورت تايب نون. يعني هون عندنا دوت 1 كيو وبالجهه المقابله في عندنا اي اس ال. فكل اللي راح اعمله راح ادخل على جلوبال كونفيجريشن مود واحكي له انه الانترفيس رينج ايثرنت 1/0/1-1 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو وسويتش بورت مود ترانك. كمان هون يعني بدون ما ندخل على جلوبال كونفيجريشن مود بدون ما نعملهم كلهم كونفيجريشن لانه احنا بنعرف انه يعني فقط هذا اللي اي اس ال ف بس دوت 1 كيو ونو وسويتش بورت مود ترانك. ندخل على اخر واحد ندخل على اخر واحد فيهم كونفيجر تيرمينال و بنروح على انترفيس اللي احنا بدنا اياه او الرينج من انترفيسز دوت 1 كيو بعدين سويتش بورت مود ترانك. لو حاليا يعني نظرنا راح نلاقي كلياتهم دوت 1 كيو وكلياتهم بترانكينج اوبريشنال مود. طبعا هذا ديستريبيوشن سويتش. الان كل اللي راح نعمله يعني راح نضيف عملية الايثر شانلز. ففي عندي طبعا عدد من الايثر شانل. في عنا اول شيء اللي هو سيسكو اللي هو الباك بي وفي عنا اثنين اللي هو LACP اللي هو هذا IEEE LACP. فعنا في سيسكو في عنا راح نبدأ بالباك بي او PAGP مش مشكلة زي ما انت بدك سميه. راح ناخد ونعمل بندلينج للانترفيسز. فرح ناخذ يعني كل اثنين رح نعملهم انترفيس واحد. فحاليا احنا في يعني في هاي الكونفيجريشن مود الانترفيس رينج ايثرنت. فكل اللي رح نعمله انه رح نحكي له ايثر شانل جروب شانل جروب 1 مثلا او لا أو احنا مثلا اللي في الاعلى خلينا نحطه 1 بعدين 2 بعدين 3 هاي 2
مود. ايش المود اللي بدنا اياه؟ هون طبعا بحكي له انه هون PAGP LACP PAGP والACP. طبعا بالنسبة لل PAGP والLCP في واحد desirable وفي واحد لازم يكون active او on او اشي مثل هيك. ف اول شيء رح نعمل desirable وبالجهة المقابلة يعني على الجهة المقابلة من هاي الايثر شانل اللي هو هون على الاكسس سويتش 2 راح ندخل على اللي هم المقابلات اللي هم هذول الانترفيسز اللي هون وراح نحكي له شانل جروب شانل جروب 2 زي ما اتفقنا مود. طبعا هون انا في المقابل وضعتها ديزايربل. طب هون ايش لازم اعمل؟ طبعا لازم اعملها اللي هي on او active او اللي هي auto يعني هي auto نفس ال يعني هنا لو حكيت له desirable مقابلها يعني عندك desirable مقابلها active وأوتو مقابلها باسف. فأنا بدي أخذ الأوتو حاليا راح نشوف إنه عندك الشانل جروب أو الإيثر أو البورت شانل راح تكون راح تصير أب. طبعا بعد ما تعمل عملية إن شاء الله طبعا بعد ما تعمل عملية اللي هي نقاش مع الطرف الآخر علشان يعمل هذا الانترفيس اب. واحنا هنا شايفين انه port channel state change to up. كيف بدي اعملها او بدي اتأكد يعني بدي اشيك على الشغل تبعي. فكل اللي راح اعمل راح اعمل end راح احكي له show ether channel summary. فهون طبعا بنشوف الايثر شانل سمري. انتو شايفين هنا احنا في عنا جروب الرقم تبعها اللي احنا حطيناه 2 شو البروتوكول هاي. الان الاس الاس هنا احنا شايفين الاس اللي هي لاير 2 يعني احنا في السويتشنج مود. واليو زي ما انت شايف هنا معناها ان يوز يعني يعمل شغال اون. كمان في عنا اللي هي يعني انت لازم تشوف انه هون عندك bundled او شو هم البورتس المعمولة bundled هو ايثرنت 1/0/1/1. هاي كل المعلومات اللي انت بتحتاج تعرفها من هاي الـ 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 الشاشة او من هاي الـ الـ السمر يعني. ننتقل الآن للإنترفيس اللي هو في الأعلى 0/1/0/0-1 نحكي له إنه channel group ويفضل إنك تعمله shutdown لكن أنا بعمله shutdown لكن هو في العادة في ناس شو بعمل بحكي لك shut down بعدين بحكي channel group one mood. هون طبعا احنا رح نعمل LACP. LACP بتقدر انت تحكي له انه انا بدي اعمله active وبجهة المقابلة بتعمله passive. فمثلا عملنا هون active بعدين بحكي له no shutdown نضع طبعا الديستريبيوشن سويتش. شوف هنا احنا طبعا بدنا نروح على اللي هو ايثرنت 0/0-1 بعدين بحكي له انه مثلا اذا بدي shutdown ما في مشكله then channel group 1 mode
هنا احنا حكينا انه في المقابل في الجهة المقابلة احنا عملنا اكتف، في هاي الجهة رح نعمل باسف، وهيك بنكون عملنا كرييشن لهاي الايثر شانل. وحاليا خلال لحظات راح نشوف انه الايثر شانل هاي تبعنا راح تصير اب. في عندي هون مشكلة لأن عملته أنا شت داون، فلازم أعمل نو شت داون لحتى ما يصير أب. يعني بدي أوصل كهرباء بدي أشغلهم مرة ثانية، لأنه إحنا اتفقنا إنه في إنك بصير إنك تعمل شت داون، تعمل كونفجريشن بعدين تعمله أب، وبصير إنك يعني تعمله. حاليا أنت شايف إنه هون عندك 00 LACP currently not operational، لكن الان line protocol interface port channel change state to up. حاليا لو عملت له end وبعد ما عمل له end، جيب لكم هاي الشاشة لهون، عملت له end حكيت له show ether channel summary، فمنشوف هنا احنا LACP مش PAgP، و S يعني switching layer 2، واليو معناها news شغال، وهدول اللي معمولهم bundle اللي هم الاثنين interfaces. ننتقل global configuration mode ونختار interface 2 ل 3، بعدين بنحكي له نفس الشيء اللي هي مثلا كمان بصير انك تخليه باسف عادي ما في مشكلة بدون ما تعمله shut down، لكن انت بتروح على المقابل إله، مقابل لانترفيس 2-3. احنا شايفين انه في الاسفل اللي هو اكسس لاير سويتش، وهو موجود انه هون. ندخل على 0-2-3، بعدين بدي احكي له انه طبعا بما اني هون انا عملته باسيف، معناته أنا بهاي الحالة إيش لازم أعمله؟ بقدر كمان أعمل unconditional، يعني عملته passive بقدر أعمله active، إحنا في الأعلى اخطأنا. ليش؟ لانه احنا هون حكينا اللي في الاعلى راح يكون 1 بعدين 2 بعدين 3، فكمان في الجهة الثانية راح يكون 1 بعدين 2 بعدين 3، فيفضل انه بما انه احنا عنا هاي راح نحطه على اللي هو 3. وبالنسبة للي في الوسط، في الوسط راح يكون عنا على 3. ف هيك بنكون اضفنا على 3، وهنا في المقابل على 3. طبعا هاي الافضل انه دائما انه انت تكون يعني مسجل كل الخطوات اللي بدك تعملها. فمثلا يعني هون احنا شفنا احنا عملنا 3 اللي هون، راح يكون 2 اللي في الوسط، وراح يكون في الاسفل عنا اللي هو 1. فاحنا عملنا configuration شفنا ل 101 واخذناه وحطيناه بالجروب 2. راح يكون عندك هون في الأعلى 3، فراح يكون آخر واحد اللي في الأسفل اللي هو 0/1، راح يكون عندنا اللي هو مودو 1.
مود 1 لكن هون ايش اللي بدنا نعمله مثلا اكتف هون بهي الجهه في الجهة المقابلة بدك تيجي على الاكسس سويتش اكسس سويتش 1 وتحكي له انه هون 0/0-1 تحكي له اللي هي channel group هون احنا channel group 1 channel group 1 mood احنا عملنا هون active نعمل على الجهة الثانية passive احنا شايفين هاي الactive LACP والpassive LACP وهيك بنكون عملنا معظم الاشياء بيبقى عنا لو حاليا عملنا show interface ether channel summary do show summary ether channel في مشكلة هاي كلياتهم يعني كل الانترفيسز عندك الايثرنت 00 ايثرنت 1 ايثرنت 2 بي يعني بحكي لك كل انترفيس طبعا هنا لكن احنا بدنا الايثر شانل فضل نعمل end show ether channel summary في عنا اثنين بيبقى عنا اذا كان عنا واحد وثلاث فمعناته بيبقى عنا اخر اللي هو interface في الوسط فراح يكون عنا هذا 1/0-1 فاحنا بدنا حكينا في الوسط بدنا نعمله switchboard بس ما بننسى ان نعمل هاي اثنين والمود بدنا نعمله باج بي ف باج بي اوتو وفي المقابل او في الجهة المقابلة اللي هو اكسس سويتش 1 راح يكون عندنا على 1/0-1 وراح نختار له اللي هي channel group mood طبعا channel group 2 مود اذا اخترنا اوتو فبهاي الحالة راح نختار اللي هو desirable وهيك يعني بنكون تقريبا عملنا configuration لكل الايثر channel الموجودة عنا في الصورة يعني الفرق بين ال يعني هاي الصعبة اللي هي auto desirable للباك بي والبي اي جي بي لكن في عنا في عنا اللي هي ثلاث اللي هي manual اللي هي on يعني تعمل on للشانل واللي هي عن طريق انه انت بدل ما انت تيجي تعمل auto mood فقط on يعني enable ether channel only بغض النظر ما تفعل لي ولا بروتوكول ولا اي شيء شكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله